مدينة بواكي مدينة ستحتضن نهائيات كأس أمم أفريقيا بالنسبة لمجموعة الجزائر، وأيضا الزميل رضوان مهداوي المتواجد في العاصمة ليفواريا أبيجون. طبعا لا بأس، مرحبا بكما بلال ورضوان. أبدأ الحوار مع بلال الزعموشي من المتواجد في ملعب يا سلام بالعاصمة الاقتصادية بواكي. طبعا بلال، مدينة بواكي هي المدينة التي ستحتضن نهائيات المجموعة الرابعة التي تضم المنتخب الوطني بالإضافة إلى أنغولا، موريتانيا وبوركينا فاسو. ملعب السلام حسب الأصداء هو واحد من أفضل الملاعب التي ستحتضن نهائيات كان كوت ديفوار، أليس كذلك؟ نعم، أهلا بك زميلي خالد، أهلا بجميع مشاهدي قناة الشروق نيوز. نعم هو كذلك، هو أفضل ملعب حسب ما استقينا هنا بدولة كوت ديفوار، هو الملعب الأفضل من بين الملاعب المخصصة لنهائية كأس أمم إفريقيا، وهو أفضل حتى من ملاعب العاصمة أبيجو. نحن الآن متواجدون داخل ملعب بواكي، الأرضية جيدة وجيدة جدا، خاصة لو نقارنها بالدورة الماضية ومعاناة المنتخب الوطني في الكاميرون. أرضية ملعب بواكي كما تشاهدون الآن هي أرضية جيدة، كل العمال هنا متواجدون أيضا من أجل وضع آخر الرتوشات قبل بداية المنافسة على هذا الملعب. هو ملعب أيضا يعرفه المنتخب الجزائري، ونتذكر جيدا سنة 1984 المنتخب الوطني خاض نهائيات كأس أمم إفريقيا هنا على هذا الملعب. اليوم هي المرة الثانية له على أرضية ملعب بواكي، هو أفضل ملعب هنا. كما تشاهدون الصور خلفي، الأرضية كما قلنا جيدة، المدرجات جيدة، كل شيء هنا منظم بإحكام جدا. بلال، إذا ممكن تبقى معنا لدي إذا كان هناك متسع من الوقت، لتتحول إلى زميل رضوان مهداوي المتواجد في العاصمة الإيفوارية أبيجون. رضوان، هي لحظات وأيام قليلة ويكون الموعد مع بداية العرس الإفريقي بكوت ديفوار، كيف هي الأمور المضبوطة؟ طبعا هل هي كوت ديفوار نستطيع أن نقول أنها جاهزة 90% أو 100% لاستقبال الأفارقة في النسخة 34 من الكان؟ صباحك سعيد خالد، وإلى كل مشاهدينا الكرام، وتحية أيضا للزميل بلال الزعموشي المتواجد ببواكي هنا بأبيجون. الكل يسعى من أجل إنجاح هذا العرس القاري بعد 40 سنة من احتضان كوت ديفوار لنهائية كأس أمم إفريقيا. هنا الكل الشغف متواجد بالنسبة للمشجعين الإيفواريين من أجل تحقيق نتيجة إيجابية بالنسبة للمنتخب الإيفواري، هو الأخرط الذي يطمح إلى التتويج بثالث ألقابه بعد الذي كان في 2015 بغينيا الاستوائية. أيضا حتى يجب أن نذكر أنه الحرارة مرتفعة حتى تصل إلى 33 درجة مع الرطوبة التي ترتفع تدريجيا، نقول مع المساحة حيث تصل إلى 90 حتى 98%، وهذا ما قد يؤثر على بالنسبة للمنتخبات التي ستخوض اللقاءات في المجموعة الأولى والثانية التي تضم كل من منتخبات كوت ديفوار، غينيا بيساو، غينيا الاستوائية، وكذلك منتخب نيجيريا. المنتخبات أكيد ستحل تبعا إلى أبيجون. المنتخب المصري سيحل مساء اليوم على الساعة 8 بمطار أبيجون من أجل الدخول في المعسكر حتى نقول الأخير، الرتوشات الأخيرة بالنسبة للمنتخب المصري الذي حقق الانتصار في اللقاء الأخير على تنزانيا بثنائية دون رد. منتخبات أخرى ستسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في هذه الكان ورفع من مستوى منتخب الوطني كالمنتخب أقول الغاني والنيجيري بعد الصعوبات التي وجدها كلا المنتخبين في المباريات التحضيرية الأخيرة أقول عفوا. ومن جهة أخرى حتى نذكر أنه هذا الكان ستكون كنسخ سابقة، بدون شك تكون مفاجآت بالنسبة للمنتخب التي ستخوض غمار كأس أمم إفريقيا لأول مرة، وحتى منتخبات أخرى ستسعى لتحقيق النتيجة المرجوة وصنع المفاجأة كما كان مع المنتخب الزامبي، المنتخب الغامبي، منتخبات كجزر الرأس الأخضر التي وأقول جزر القمر التي حققت نتائج لا بأس بها في الكان الفارطة.
رضوان، اذا كنت تسمعني ايضا، اردت ان اتوجه ايضا نعم خالد. اتوجه معك بالحوار فيما يخص انه الكل يعلم انه كوديفوار واحده من البلدان التي شعبها يعشق كره القدم. طبعا هذه النسخه تعود الى كوديفوار بعد غياب 40 سنة، كيف هو الصدى الجماهيري عند الشارع الايفواري الذي سيحتضن هذه النهائيات، وايضا طموحه، وكيف يحضر لهذا العرس الافريقي؟ صراحة والله هنالك تفاؤل كبير بالنسبة للمواطنين هنا، الجميع يرتدي قميص منتخب كوت ديفوار الذي سيشجعه بتاريخ 13 في المباراة الافتتاحية التي ستكون بملعب بيمبي الذي سنكون بحول الله في الظاهرة متواجدون بهذا الملعب. تحفة أخرى ستحتضن لقاءات الكان. المنتخب الإيفواري أكيد سيسعى للاحتفاظ بهذا اللقب، لكن تمشيا مع المباريات، تمشيا مع تحقيق الانتصارات، وهو ما سيسمح لهذا المنتخب من أجل الإبقاء على تاج الإفريقي أقول في كوت ديفوار، وخاصة في ظل هذا الجيل الجديد الذي يتميز بفنيات عالية، خاصة بعد الفوز من المباريات الأخيرة والمباراة التحضيرية أمام سيراليون بخماسية كاملة. هذه المباريات الودية تعطيك دافع معنوي وتعطيك دافع بسيكولوجي بالنسبة للاعبين حتى يتحروا في اللقاءات، ولكن لا ننسى أنه سيكون هنالك ضغط أكيد على المنتخب الإيفواري لأنه هو من يحتضن هذه المنافسة. الضغط سيكون عليه بنسبة كبيرة لأنه سيكون أيضا المرشح من أجل التتويج بهذا التاج الإفريقي، خاصة بعد الدورة التي كانت لا بأس بها بالنسبة لمنتخب كوت ديفوار في كان الكاميرون. نعم، سؤال آخر رضوان فيما يخص أيضا برنامج المنتخب الوطني الجزائري الذي تنتظره مباراة ودية في العاصمة الطوغولية لومي أمام منتخب بوروندي، هل ستكون الطائرة الخاصة بالنسبة للمنتخب الجزائري التي ستحط رحال غدا إن شاء الله، هل تكون في مطار بواكي مباشرة أم في أبيجون ثم التنقل برا، أم على متن الطائرة إلى بواكي؟ لا، حسب آخر الأخبار أنه ستكون هنالك طائرة خاصة بالنسبة للمنتخب الوطني ستتجه مباشرة إلى بواكي من أجل الشروع في التحضيرات الأخيرة تحسبا للكان. وحتى نذكر أنه هنالك أمطار يا خالد، تقلبات جوية في كل مرة، ودرجة حرارة ترتفع مع مرور الزمن، وكذلك الرطوبة العالية، وأكد على أنه الرطوبة ستكون عالية مع حتى إلى المساء تصل إلى 99%، وهذا للتذكير لأنه يجب على المنتخب الوطني وهو الذي حضر بالطوغو، وهي هو مناخ أقول مشابه لكوت ديفوار، وأقول المنتخب الوطني الذي سيحل غدا إلى لومي أو عفوا ببواكي، أين سيشرع في تحضير بفندق والذي تم تخصيصه للخضر من أجل التحضير الجيد بدون ضغط، بدون كل التي نقول النقاط السلبية التي كانت في كان الكاميرون. والناخب الوطني جمل بالمضيعي جيدا، هذه المهمة التي ستكون بالنسبة للمنتخب الوطني من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، مشاركة مشرفة عكس التي كانت في كأس أمم إفريقيا في النسخة الفارطة. نعم، رضوان مهداوي مبعوث شرف نيوز إلى أبيجون العاصمة الإيفوارية، كنت معنا مباشرة، شكرا جزيلا لك. ستكون لنا مداخلات أخرى مباشرة في موعدنا الرياضي لاحقا، وأيضا الشكر موصول لزميل